هل يجوز التقليد في المسائل العقدية؟ ها؟ يقول هل يجوز التقليد؟ لا، التقليد في مسائل الفقه للجاهل، مسائل الفقه للجاهل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما العقيدة فليس فيها تقليد، لازم يتعلمها الإنسان من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فيها كتب مقررة مختصرة ومطولة، كتب تبين عقيدة أهل السنة والجماعة. خذ مثلا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة ضافية ووافية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وأصولها. نعم، أحسن الله إليكم. عقيدة اللي تقرؤون الآن، عقيدة الإمام الطحاوي، هي من هذا شرحها. نعم.